الترجي بالستة واحد، الستة واحد النتيجة المميزة لكل اهلاوي على غريمه الزملكاوي، يضرب النهاردة بسداسية ويحجز مقعد في دوري ابطال افريقيا في اخر جولة ليه في الدوري التونسي بعد ما كان خلاص قريب قوي للكونفدرالية. لكن دوري الابطال يعني الترجي، ما ينفعش دوري ابطال من غير الترجي التونسي يا جماعة. اشتعال ما بعد اشتعال في الدوري التونسي، خماسية من النجم الساحلي، سداسية من الترجي التونسي في الجولة الأخيرة. الصفاقسي يوقع الاتحاد المينستيري ويعذبه في آخر مباراة، تفاصيل كتير جدا جدا هكلمك عليها في اللايف ده. بجد 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 جولة استمتعت بيها لأعلى ليفل والأعلى درجة من الدوري التونسي. كنت عمال أقول إن الدوري المغربي هو الأفضل وهو الأعظم، لكن الدوري التونسي بيعلي النهاردة الليفل، بيعلي فعلا ليفل المتعة لأعلى درجة. النهاردة أربع ماتشات في وقت واحد، الأربعة أهم من بعض، الأربعة بيحددوا مين رايح أفريقيا، مين رايح كونفدرالية، مين مش رايح حتة أصلا. ونزاهة في اللعب الآخر دقيقة، كل الفرق بتلعب بمنتهى القوة، كل الفرق بتحارب وبتنافس كده على الحظوظ بتاعتها إنها تشارك في البطولات الأفريقية. فقبل أي حاجة وقبل ما أحكي لك القصة والسيناريو، لايكات كتير لللايف ده عشان عارف إن اللايف بتاعه الدوري التونسي ما بتبقاش احسن حاجه بالنسبه للناس، ما عندناش هنا مشجعين توانسه كتير. فيلا اظهروا لي في الكومنتات كده وقولوا لي رايكم في الدوري التونسي. اللي بيشجعوا النجم الساحلي يقولوا مبروك، خدوا البطوله خلاص، النجم الساحلي باكتساح وباقتدار بصراحه هم البطل. والنهارده كان في كرنفال وفي احتفاليه عند الاتوال بالفوز بخماسيه والجماهير عملت عظمه. اما مشجعين الترجي التونسي فطبعا موسم للنسيان، خسروا الكاس في النهائي، بيخسروا الدوري وبيطلعوا الوصيف وبصعوبة كمان، لكن حجزوا مقعد في دوري أبطال أفريقيا. والموسم الجاي أكيد موسم مختلف بالنسبة للترجي التونسي. اما المركز الثالث فحتى الان للافريقي التونسي اللي مباراته مش عايزه تخلص. المباراه يا جماعه 90 دقيقه زائد، بيلعبوا دلوقتي في الدقيقه 17 في الوقت بدل الضايع، انتم متخيلين؟ اشتعال طبعا. والافريقي التونسي يا اما يلحق هو كونفدراليه يا اما المينستيري، الموضوع صعب جدا بين الاثنين. المينستيري اللي وقع بنفسه، المينستيري اللي كان يكفيه الفوز باي رقم عشان يبقى في دوري الابطال ويبعت الترجي للكونفدراليه. تعال اقول لك قبل الماتشات الوضع كان عامل ازاي. النجم الساحلي كان مركز اول معاه 31 نقطه، ده بعد خلاص ملوش دعوه بحد، ده كده كده بطل البطوله. مركز تاني مين؟ الاتحاد المنستيري هو اللي في المركز التاني معاه 25، التالت الترجي برضه ب 25، والرابع الافريقي ب 24. يبقى مين الاقرب؟ الاتحاد المنستيري اكسب وماليش دعوه بحد. بس الاتحاد المنستيري بقى يا باشا بيلعب مع مين؟ بيلعب الصفاقسي التونسي اللي بيدربه حسام البدري مدرب النادي الاهلي السابق. مباراه صعبه طبعا، صعبه. الصفاقسي ليه اسمه وليه وزنه وليه تقله. طيب النجم الساحلي بيلعب مباراته قدام مين؟ قدام الاولمبي الباجي. الاولمبي الباجي ده هو بطل الكاس، كسب الترجي في نهائي الكاس وقدر ياخد بطوله الكاس ويحجز مقعد بالعافيه في الكونفدراليه، ملوش دعوه بحد. فمباراه المفروض صعبه جدا، لكن النجم الساحلي حرفيا بيعذبه. خماسيه يا جماعه قويه جدا. دي المباراه اللي انا اتفرجت عليها وقلت اشوف احتفالات النجم الساحلي، وفعلا في الدقيقه 4 الهدف الاول اسامه عبيد فاول، بيستلم الراجل ويودي شوطه قويه جدا يقطع بيها الشبكه والهدف الاول. بعد كده الجول الثاني في الدقيقه 20، ياسين الشماخي الكره بتترفع له على الارض، بيقطع على القريبه ويحط، قلنا القطع على القريبه، بيكررها ثاني يوسف العبادي وبيقطع برده هو كمان على القريبه، وجول كوبي باست كده الاثنين زي بعض بالظبط، هدف ثالث في الشوط الاول. وتلاقي الرابع في الدقيقه 40، حفله 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 كرويه كبيره جدا، يوسف العبدلي بيسجل الهدف الرابع بعد ما بيرقص الجول وبيسجل هدف مميز جدا، وينتهي الشوط الاول 4-0 عشان يبدا الشوط الثاني حفله يا باشا. لكن ياسين الشماخي يسجل جول كمان ويسجل الهدف الخامس في الدقيقه 82، وتنتهي المباراة بخماسية عشان النجم الساحلي يفكرنا بخماسيته أمام الزمالك 5-1 وصدام جائع والرحمة لا ما انساهاش أبدا. تعليق قوي جدا وبحبه جدا، ومباراة كانت كبيرة جدا من النجم الساحلي على الزمالك، بيكسبوا بنفس الخماسية النهاردة، لكن المرة دي 5-0 أمام الأولمبي الباجي اللي حاجز كده كده مقعده في الكونفدرالية ورايح معاه الأفريقي التونسي. طيب تيجي تبص على المباراة التانية الترجي، طب الترجي كان عايز إيه؟
ترجي لازم يكسب وينتظر سقوط الاتحاد المنستيري، ده امله الوحيد. لازم الاتحاد المنستيري يقع. يقع ازاي؟ يقع بتعادل، يقع بخساره، المهم ان هو يقع عشان يقدر يكون هو اللي موجود في دوري الابطال. فالترجي هيسمي لا ده بيكسب بسداسيه. فيهم 3 ركلات جزاء يا جماعه، اول 3 اجوال ضربات جزاء، ياسين مرياح بيسجل هاتريك من ركلات جزاء. هل ضربات جزاء صحيحه ولا لا؟ ده سؤالي لاخواتي التوانسه، لاني ما شفتش مباراه الترجي، هتفرج على الملخص وهشوف ضربات الجزاء وهبقى اقول لكم رايي. قولوا لي انتوا رايكم في الكومنتات، شايفين ضربات الجزاء للترجي التونسي النهارده الثلاثه؟ 3 ضربات جزاء في شوط واحد، 3-0 ياسين مرياح في الشوط الاول، 3 ضربات كتير جدا بصراحه. قولوا لي رايكم في الكومنتات، هل فعلا 3 ضربات جزاء صحيحه ولا الحكم كان بيجامل الترجي؟ النهارده بيلعبوا قدام اتحاد تطوان، بيكسبوهم بسداسيه 6-1، وال6-1 دي بالنسبه لي ليها معايا احلى ذكريات. ال6-1 دي بتفكرني بسداسيتنا امام الزمالك ورباعيه خالد بيبو الشهيره، ما حدش ينساها في الوطن العربي كله، ما حدش ما يعرفهاش. ال6-1 النهارده للترجي خليته عمل اللي عليه وزياده، انا كسبت، مستني المينستيري يقع. فبيقع فعلا المينستيري في مباراه كانت صعبه جدا اداها امام الصفاقسي، اتطرد منهم لاعب في الدقيقه 5، صعب الدنيا، ازاي تطرد بدري كده؟ كوره انفراد لمهاجم الصفاقسي بيدخل عليه على طول وائل بن عثمان وبيعمل معاه فاول، كارت احمر مباشر. يا وائل حد يعمل فاول بالشكل ده؟ حد يبقى اخر واحد في الملعب ويعمل الفاول ده؟ يا جدع اعمل سبرنت معاه، حاول ترجع وحاول توقف الانفراد، ما قدرتش حتى لو هتيجي جول، مع ان لسه مش 100% جول، لسه في حارس مرمى وراك، ممكن يعمل تصدي، ممكن المهاجم يضيعها لوحده يا اخي، لكن عمل فاول صعب جدا جدا جدا، خلى نفسه ياخد كارت احمر ويصعبها على الاتحاد المنستيري اللي عمل شوط اول قوي جدا وقدر يسجل هدف كمان ويخلي النتيجه 1-0. طب حافظ بقى على الهدف، الموضوع صعب، ركله الجزاء بتيجي في الدقيقه 66 للصفاقسي، برضو ضربات الجزاء اللي موجوده كتير جدا في الدوري التونسي. قولوا لي رايكم فيها، ضربه جزاء صحيحه ولا لا؟ مشجعين الاتحاد المنستيري، الاتحاد المنستيري يا جماعه خلي بالكم كمان موجود في البطوله العربيه في مجموعه الزمالك، فهنشوف هيعمل ايه مع الزمالك كمان، بعتن لكم الفريق الضعيف اللي في مصر، هنشوف هتعملوا معاه ايه. طبعا الصفاقسي بيتعادل بضربه الجزاء 1-1 عشان يطيح بالاتحاد المنستيري. تخيل الاتحاد المنستيري من 1-0 بلعب دوري ابطال افريقيا ل1-1 ما بلعبش حاجه خالص، من دوري ابطال افريقيا لمفيش حاجه خالص، ولا حتى نزل الكونفدراليه، لان الافريقي التونسي يا باشا اللي الماتش بتاعه خلص ولا لسه؟ والله لسه ما خلصش، والله الماتش لسه ما خلصش، لسه لحد دلوقتي ممكن يكون المنستيري يلاقي نفسه في الكونفدراليه، لكن حتى الان النتيجه 2-1، 2-1 للافريقي، دي تضمن الافريقي انه يكون موجود هو في الكونفدراليه، ويبعت خلاص المينستيري انه ما يلعبش اي حاجه، يبقى كده خلاص بطولة دوري الابطال، النجم في المركز الاول يلعب دوري ابطال افريقيا مرحبا بالتوال، بعد كده يجي الترجي التونسي الدم والذهب مركز تاني يروح. ما ينفعش يا جماعه دوري ابطال من غير الترجي، بيني وبينكم الترجي على طول في دوري الابطال موجود معانا، مع اني كان نفسي ينزل كونفدراليه عشان يروح على الزمالك هناك ويصعبوها على الزمالك، لان الكونفدراليه سهله طبعا وبطوله ضعيفه، الزمالك ممكن ياخدها بمنتهى السهوله وتتحسب له بطوله وخلاص، فكان نفسي الترجي يروح عشان يعلمهم ادب زي كل سنه وياخد البطوله، لكن ما حصلش نصيب. طبعا المركز الثالث حاليا الاتحاد الافريقي التونسي، الافريقي التونسي في المركز الثالث كسبان 2-1، هو اللي هيروح كونفدراليه، والمركز الرابع المينستيري اللي ضاع، اللي بعد ما كان يقدر يلعب دوري ابطال بيضيع فجاه خلاص، ما بيلاقيش نفسه بيشارك في اي بطوله افريقيه. صراحه جوله مميزه جدا، جوله لازم اقول شابوه للدوري التونسي كله، دوري محترم جدا 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 بصراحه. اتفرجنا على جوله مشتعله، جوله سخنه لحد النهايه، لحد صفاره كل مباراه، كل النهايات كده. بعد ما تنتهي الماتشات تبدا تشوف مين هيروح فين، انت قبل الماتش ده ترتيب وبعد الماتش ده ترتيب تاني خالص. الترجي اللي كان صعب جدا يوصل ابطال وصل ابطال، الاتحاد المنستيري اللي كان في دوري الابطال ضاع ومش هيلعب حاجه خالص، الافريقي اللي كان بعيد جدا بيطلع كونفدراليه، اما النجم فمتربع على الصداره، حاطط رجل على رجل وقاعد على الصداره لوحده كده. اخواتي التوانسه كلهم نوروني في الكومنتات، اللي بيشجع النجم يقول مبروك كده، مبسوط ليكم جدا وبقول لكم مبروك على الدوري التونسي اللي قدرتوا ان انتوا تاخدوه،
طبعا مشجعين الترجي التونسي موسم للنسيان، انا عارف ان ده موسم للنسيان، الموسم الجاي عايزين نشوف الترجي هيعمل ايه في دوري الابطال، في الدوري، في الكاس، في كل الحاجات دي. ولسه طبعا موجود عندكم كاس الملك سلمان، تقدروا ان انتوا توصلوا فيه لمراحل متقدمه، بطوله صعبه جدا طبعا، موجود فيها الترجي، موجود فيها كمان الاتحاد المنستيري. اما الافريقي فخلاص هيبقى موجود في الكونفدراليه عندكم الزمالك، اتوصوا بيهم ما ياخدوش البطوله منكم. ده كده بالنسبه للدوري التونسي. لايكات كتير يا جماعه، وشير شير كده عندك في الجروبات التونسيه، وخلي الفيديو يوصل في كل حته. اشترك في قناتي على اليوتيوب ونورني، وفعل الجرس، فولو صفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد. سلام.